أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وناقش الحجرف لدى استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبيرغ بالرياض الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن متمثلة بالهدنة ومخرجات المشاورات اليمنية. كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن والسعي الدائم لتعزيز كافة الجهود خليجيا وإقليميا ودوليا لدفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية في اليمن.